السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى ان هذا الفيديو اليوم ينال اعجابكم ونكون خفيف على قلوبكم، وبقاو معايا. زلات ديالي، وهلا رجعت معكم. صراحه بقيت كنفكر شنو غندير، وقلت علاش لا نصوب بطبيطات معمرين ونشاركهم معكم وتشوفوا الطريقه ديالي. هنا درت البنات جوج لايف ديال الطحين في زلافه ديال الفينو، من بعد ما غربلتهم مزيان كيف ما كتشوفوا، وزدت معلقه كبيره ديال الخميره، وهنا عندي نص كاس ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الخل ومليحه. دابا البنات غادي نزيد هاد نص كاس ديال الزيت، كل واحد وكيفاش كيصاوب. بالنسبه ليا انا كندير الطريقه هذه، معلقه ديال الخل وقبيصه ديال الملحه، وغادي نجمع العجين ديالي. معدنوس، العطريه، الملحه، البزار، شويه ديال السودانيه، شويه الخرقوم، شويه ديال التحميره. هادشي كله على حسب الذوق، على حسب نتوما شنو كتبغيو. الفلفله قطعتها طريفات صغار كيف ما كتشوفوا، والبصله كذلك طريفات صغار. ودابا غادي ندوز نشحروا هادشي. كيف ما كتشوفوا معايا درت المقله ديالي كتسخن، غادي ندير ليها شويه ديال الزيت، وغادي نزيد البصله ديالي والفلفله، وغادي نشحر كلشي.
الفقرات كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو ديروا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. البدايات ديالي كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم البنات غادي نحضر معكم التيراميسو على الطريقه الايطاليه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. هاد التيراميسو غادي نحتاجو لي بودوار. هنا درت جوج باكيات 400 غرام. غادي نحتاجو الماسكاربوني 250 غرام. غادي نحتاجو 3 المعالق ديال الكاكاو. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات وساشيه ديال الفاني. وغادي نحتاجو لربع كاس ديال السنيده. ربع كاس ديال السنيده بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الحلاوه، اما الناس اللي كيبغوا الحلاوه غادي يديروا نص كاس ديال السنيده. بالنسبه ليا انا ربع كاس كيجيني كافي وكيجيني في الحلاوه وهو هذاك. ودابا ندوزو الطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو البنات جوج ديال لي بول. غادي نفصلو صفر ديال البيض بوحدو ليكم. غادي نفصل البيض بوحدو وصفر بوحدو. وغنستعمل بهذه الطريقه. من بعد ما فصلت البياض بوحدو والصفر بوحدو، غادي نحط الصفر على جنب وغادي نجيب البياض. غادي ندير فيه كميه نصف الكميه ديال السكر، او غادي ندير قبيصه ديال الملحه، وغادي نطربو حتى نطلعو. غنخلطها مع صفار البيض. دونك لا كريم ديالنا هي موجوده. غادي نجيبو البياض البيض اللي طربنا من قبل، وغادي
نخلطوه مع لا كريم اللي صوبنا دابا. غير هي الطريقه البنات، تخلطي من بعد، تخلطي من الفوق لتحت باش ما تخسرش لينا لا كريم ديالنا وتنزل. ودابا البنات غادي ندوزو لطريقه التحضير. طريقه التحضير غادي نحتاجو القهوه سريعه الذوبان وكميه السكر على حسب الذوق، وغادي نحتاجو الكاوكاو المر ولي بودوار. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي نمونطي التيراميسو ديالي. اول حاجه غادي نحتاجو البودوار، وغادي نغطسو غير شويه في القهوه بحال هكا، وغادي نحيدو وغادي نكمل هذا الصف كامل. كملت هذا الصف كامل، ومن بعد ما بردت لي هاد لا كريم ديالي اللي قلت لكم حطيتها خليتها في الثلاجه، دابا انا غادي نمونطي التيراميسو ديالي. غادي نحط واحد الكميه ونصف الكميه تقريبا ديال لا كريم على هذا الشكل هذا. خليتها ليله كامله كتجي على هذا الشكل هذا. السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم غادي نحضر معكم قرشلات حلوين. بالحق ماشي انا اللي غادي نصاوبهم، غتصاوبهم الوالده ديالي، وقلت علاش لا نشارك معكم الطريقه كيفاش كتحضرهم كيجيو رائعين ومقرمشين. لهاد القرشلات هادو غادي نحتاجو جوج زلايف ديال الطحين من بعد ما غربلناهم، وكاس ديال الجنجلان من بعد ما نقيناه وحمرناه، هو جوج معلقات ديال النافع، وجوج بيضات، وقشور ديال الحامضه. وهنا غادي نضيفو ساشيه ديال الخماره، وكاس ديال سنيده. هنا كيف ما شفتوا الوالده ديالي دارت غير جوج معالق حيت ما كتبغيهمش يكونوا حلوين. بالنسبه لكم نتوما غادي ديروا كاس ديال سنيده. وكاس ديال الزيت، وغادي نخلطو كلشي.
وهنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما ندمجوا لينا العناصر الاولين غادي نضيفوا الحليب بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. من بعد ما ارتحت لينا العجينه ديالنا بدات كتطلق فيها بالمدلك كيف ما كتشوفوا. من بعد ما طلقنا العجين ديالنا حطيناه فوق ورق ديال المطبخ باش ما يلصقش وبدينا كنقطعوه بالقطاعه. البنات واحد الملاحظه، الى القطاعه بدات كتلصق لكم ديروا لها الطحين وكملوا التقطاع ديالكم كيف ما كتشوفوا. البنات شحال ما كانوا صغيرين شحال ما كيكونوا زوينين وبنان وكيجيو مقرمشين ومحمرين. غزالاتي من بعد ما وجدوا لنا القرشلات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو محمرين ومقرمشين. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه. البنات كي داير، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان تكون احوالكم طيبه وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين عندي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم البنات غادي نحضر غطا بالكفته، وقلت علاش لا نشارك معكم الطريقه ديالي لهذا الغطا. غادي نحتاجوا بطاطا من بعد ما نقيتها وسلقتها في الماء، شويه ديال الملحه، وعندي الكفته شرملتها، وعندي الزبده وملحه والابزار وجوج معالقه ديال الطحين وسطر الحليب باش غنحضروا البيشاميل. اول خطوه غادي نديرو من بعد ما سلقتها غادي نخليها تبرد شي شويه وغادي نشحر الكفته ديالي، وهانتوما معايا.
سخنات لي المقله درت شي شويه ديال الزيت ودابا غادي نشحن ديالي. بردات لي البطاطا ووجد ليا لاصوص بيشاميل و حكيت الفرماج. الفرماج اختياري البنات، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. دابا غادي نصاوب الكاطا.
الغطان كيجي على هذا الشكل. كنتمنى من الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البنات الا عجبكم لا فيديو ديروا لايك اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. صحه وراحه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم البنات غادي نحضر معكم كيك كيجي بلا كريم. كنتمنى ان الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وما تمشيو فيه. لهذا الكيك هذا غادي نحتاجو الدقيق على حسب الخليط طبعا، غادي نحتاجو جوج ساشيات ديال الكاكاو، جوج ساشيات ديال خميره الحلويات، ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وجوج بيضات على حسب حراره الغرفه، يعني ما تكونش ما يكونش البيض بارد، يكون على حسب حراره الغرفه، وسكر حسب الذوق، وكاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت. هذا بالنسبه للكيك. اما بالنسبه للكريمه اللي غادي نوجدوا، فغادي نحتاجوا 3 معالق ديال الكاكاو المر نوعيه جيده، غادي نحتاجوا جوج معالق ديال قهوة سريعة الذوبان، وغادي نحتاجو 3 معالق ديال النشا، ونص كاس ديال السكر، وساشي الفاني، وكذلك موس ديال الشوكولاتة، ونصف لتر من الحليب. حاجة غادي نبداو بها البنات هي غادي نوجدو لاكريم ديالنا. غادي نديرو فوق النار ما بين وبين مع التحريك المستمر حتى يتقل ليا الخليط. We'll be right back.
شويه ديال الزبده ورشيت عليه شويه ديال الكاكاو. انا كنفضل ندير له هذه الطريقه احسن ما ندير له الطحين، سيرتو الا كان الكيك ديال الشوكولا، حيت هذاك ملي كترشي داك الطحين كيطلق ديك الطبقه في الكيك. انا بالنسبه لي كنفضل ندير هذه الطريقه هذه. ودابا غادي نخوي الكيك ديالي. الكيك في المول غادي نردو طيب. ها نتوما معايا البنات، من بعد ما بردات لي لا كريم كيف ما كتشوفوا، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ملي توجد لكم هاد لا كريم هادي ضروري ما ديروها في واحد الاناء اللي يكون واسع، وتديروا عليه سلوفان وتطابيو بحال هكا وتغطيو باش ما يدخلوش البرد، وباش ما ديرش هاد لا كريم طبقه ديال القشره من الفوق. دابا غادي نكملوا لا كريم ديالنا. غادي نحتاجوا كانت شوكولا، تقدروا ديروا اي نكهه اللي بغيتوا، ولكن انا شخصيا كنفضل هاد دانيت هذا كيف ما كتشوفوا. و غادي نديروا هذيك لاموس اللي سبق لي وريتكم اللي هي هذه. الا ما عندكمش تقدروا ديروا 3 المعالق ديال الكاكاو، انا ولكن انا كنفضل هاد لاموس هادي. الكيك ديالي من الفران، ها نتوما كتشوفوا باقي سخون. غادي ندير واحد ملعقه ديال القهوه، كاس كبير ديال الحليب، ونخلطو مزيان. ديك لا كريم حتى ضعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، كتجي رائعه. Thank you.
البنات مزيين تاع بهاد الشوكولا، غادي ندخلها للثلاجه من الاحسن ليله كامله، شحال ما بقات في الثلاجه شحال ما كتزيد تشرب وكتزيد مزيان. بعد البنات ما خليت الكاطو ديالي يبرد واحد الساعه المقله تقريبا، انا كنفضل انكم تخليوها ليله كامله، ولكن انا دابا غادي نوريكم كيفاش جات. الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البنات الى عجبكم لا فيديو ديروا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نحضر معكم لي كوفخ مالحين. هاد لي كوفخ هادو غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ونص ديال الطحين، نص كاس ديال الزبده، 150 مليلتر حليب، 180 غرام ديال الشاركوتري مخلطه، و100 غرام ديال الموتزاريلا، ومعلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال الابزار تكون صغيره، و100 غرام ديال الخميره الفوريه. ودابا ندوزو الطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو واحد البول، غادي نديرو فيه الطحين ديالنا، غادي نديرو البيض، مليحة وبزيرة، شاركوتري، وزبيدة، وغادي نخلطو كلشي. بعد ما خلطت هادشي مزيان، غادي نجيب الحليب ديالي، غادي نخوي فيه الخميره، غادي نحلو لكم مزيان، وغادي نخويه غادي نحرك كلشي حتى يندمجوا ليا العناصر مزيان. من بعد البنات ما سخنات لي لا ماشين مزيان، دابا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي نحط الخليط ديالي،
كيف ما كتشوفوا البنات هو الدخان بدا كيخرج، ملي كيبدا يخرج الدخان يعني الكوفر ديالنا بدات كطير وما غاديش نحل عليها حتى يتحبس هذا الدخان هذا. هنا كنتاكد بان راه طابت لي. من بعد البنات محبس داك الدخان، انا دابا غنحل عليها. كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نحطها فواحد الشبيكه، ما نحطاش منها للطبسيل باش ما تتعرق ليش. ضروري البنات تكون شبيكه باش يدور عليها الهواء وما تتعرقش. ودابا غنعاود نصاوب واحده اخرى. البنات ما وصلوا لي لي غوفر، كيجيو على هذا الشكل. صحه وراحه البنات. ديالي كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم غادي نحضر معكم ساندويتش كروك مسيو، كيجي رائع وبنين. انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف وسهل في التحضير. هاد كروك مسيو كنحتاجو الباندمي، كنحتاجو الكاشير. بالنسبه للكاشير البنات تقدروا تستعملوا اي كاشير نتوما كتفضلوا، ماشي بالشرط هاد الكاشير اللي نستعمل انا. وغادي نحتاجو المايونيز، 3 ديال البيضات، 2 معالق ديال الزبده، والفرماج المربع، وكاس ديال الحليب. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو البنات بلاطو بحال هذا، غادي نحطو فيه الباندمي ديالنا. Thank you.
الادمي ديالي كامل كيجي بحال هكا كيجي. وهنا البنات درت كاس الحليب مع ثلاثه البيضات ومليحه وبزيره وخلطتهم مزيان. المقله ديالي تسخن غندير فيها شويه ديال الزيت بحال هكذا وغادي نغطس داك البان دمي بحال هكا في الحليب وغادي نحطو هنايا كما كتشوفوا وغادي نعاود نفس العمليه. بداو كيتحمروا رجلبتهم على جوج جهات وكنتاكد بانهم يكونوا محمرين كاع الجهات كيجيو على هذا الشكل. هذا هنا البنات سمحوا لي ما وريتكمش باني زدت الزبده ولكن مازال غنعاود نوريها لكم في بقيه ثلاثه. وجدوا لي لي كروك مسيو كيجيو على هذا الشكل هذا والزواق تقدروا تزوقوهم باي طريقه كيف ما بغيتوا نتوما كيجيو لذادين لذاد البنات تيقوني الا جربتهم غادي يعجبوكم. كيجيو مقرمشين وخفاف. ما تنساوش البنات الا عجب لكم الفيديو ديروا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه البنات. الغزالات ديالي كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم غادي نحضر معكم لي كريب معمرين. لهاد لي كريب هادو غادي نحتاجو بيضه، غادي نحتاجو 3 ديال المعالق ديال الزيت، غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان وربع ديال الطحين، غادي نحتاجو جوج كيسان كبار ديال الحليب يكون بارد، وغادي نحتاجو جوج كيسان ديال الماء ومليحه وبزيره. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اولا غادي نديرو جوج كيسان ديال الماء ديالنا غادي نديرو جوج كيسان ديال الحليب غادي نديرو بيضة غادي نديرو 3 معالق الزيت وغادي نديرو مليحة وبزيرة وغادي نخلطو مزيان. مزيان غادي نزيدو الطحين ديالنا وغنخلطو كلشي. بعد البنات ما خليت الخليط ديالي يرتاح درت المقيله ديالي كتسخن ودابا غادي نصب الخليط ديالي
يعينكم ميزانكم الا شفتوا خاص تزيدوا تزيدوا. وغادي نستمر حتى نكمل كلشي. كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا. الحشوه ديال اليوم غادي نستعمل الكفته وغادي ندير الهوت دوغ والشاركوتري. بالنسبه للهوت دوغ البنات ضروري انا كنسلقو واحد 5 دقائق عاد كنستعملو الزيت المقطع والفرماج. تقدروا ديروا موتزاريلا اي نوع الفرماج بغيتو. انا هنا عندي الفرماج حمر والزعتر. وغندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. نجيب بلاطو بحال هذا، غنشد الكريب ديالي، غادي ندير شويه ديال الفرماج. تقدروا تعمروهم باش ما بغيتو. نجيب الكفته وغادي نستمر حتى نكمل كل شيء. وكل حشوه غادي نديرها بشكل نعمرو بالهوت دوغ، هادي غادي نعمرها بالشاركوتري.
وحده البنات ما كملت لي كريب ديالي كيجيو على هذا الشكل. هذا عطاوني 16 قطعه. دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه اللي هي غادي نقليهم في شويه ديال الزيت وغادي نشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما درت المقيله ديالي كتسخن غنزيد شويه ديال الزيت كتشوفوا غادي نحط الكريب ديالي على هذا الشكل. غيب شويه باش ما يتحلوش. كيجيو على هذا الشكل. هذا كيف ما كتشوفوا تقدروا البنات تعمروهم باش ما بغيتوا، الحشوه اختياريه، تقدروا تعمروهم باش ما بغيتوا وترفقوهم باي صوص نتوما بغيتوا. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات الى عجبكم لا فيديو ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. صحه وراحه. ديالي كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم غادي نحضر معكم لي ميني بيتزا على الطريقه ديالي. لهاد لي ميني بيتزا غادي نحتاجو جوج سلايف ديال الطحين، غادي نحتاجو الزعتر، غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت، معلقه ديال الخميره الفوريه، وقبيسه ديال الملحه، وبطبيعه الحال الماء دافي باش غادي نجمعو العجينه ديالنا، وما نساوش معلقه ديال الخل. ودابا ندوزو الطريقه ديال الطحين. حاجه غادي نغرب الطحين ديالي. وغادي نجمعوا العجين ديالنا.
جمعت لي العجينه ديالي، دهنتها بشي شويه ديال الزيت. البنات الا عندكم الزيت البلديه احسن، والا ما كانش تقدروا تعوضوها بالزيت الروميه. كيف ما شفتوا دابا انا دهنتها بشي شويه ديال الزيت، غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح، ومن بعد عاد غادي نقسمها وتشوفوا كيفاش غادي نصاوبها. بالنسبه للبنات الحشوه ديال البيتزا ديالنا اليوم، غادي نديرو فليفله مقطعه ملونه، انا عندي ملونه حمراء خضراء كيف ما كتشوفوا، عندي بصيله قطعتها على طريفات صغيرين، وعندي كاشر حكيتو، وعندي الزيتون خضر مقطع، تقدروا البنات تستعملوا بالزيتون الاسود انا ما متوفرش عندي، وعندي الهوت دوك من بعد ما سلقته 5 دقائق في الماء قطعته دوائر، وعندي معلقه ديال الزعتر، وعندي لاصوص طوماط اولا ولا سوليس. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يستعملوا هاد لي صوص كونسيرف يقدروا يديروا لاصوص ديال الدار، انا كتعجبني هذه لان كتجيني محمضه وكتجي بنينه. ودابا ندوزو الطريقه ديال التحضير. انا درت المقله ديالي كتسخن، غادي نزيد فيها شويه ديال الزيت وغادي ندير البصله. بعد ما تشحرات ليا البصله والفلفله مزيان غادي نحيدها وغادي نحضر معكم لاصوص. البنات غادي نحضر معكم لاصوص، غادي نحيد لاصوص ديالي. غادي نزيد مع واحد شويه ديال الزيت، وغادي نزيد ثومه شويه ديال السودانيه مليحه بزيره والتحمير. وغادي نخلط كلشي هاد التوابل كاملين. غادي تبدل لينا اللون ديالها وغادي نحيدوها. ما حمرات لي العجينه ديالي كتولي هكا. دابا انا غادي نخرج منها هاد الهواء اللي فيها لداخل، وغادي نشكل كويرات صغيورين. غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت بحال هكا، غادي ندهن يدي بالزيت وغادي نبقى نستمر بحال هكا حتى يخرج ليا داك الهواء من العجين ديالي.
غادي نجيبو طبيس اللي فيه الطحين بحال هكا وكاس، وغادي نغطس هاد الطحين في الكاس وغادي ندير بحال هكا. كيجيو هكا، ودابا غادي نعمرهم. من بعد البنات لاصوص ما طابت كتجي على هذا الشكل، كتجي خاطره كما كتشوفوا. ودابا غادي ندوزو للطعمه. لاصوص والفلفلة والبصلة غادي نديرها في الفرن طيب وعاد نكملو. بعد ما خرجت البيتزا من الفران دابا غنكمل التعمار. بعد ما درت لهم الفرماج غادي نرجع عاوتاني للفران على ما يذوب الفرماج ونخرجهم. غزالاتي، من بعد ما وجدت لنا البيتزا ديالنا كتجي على هذا الشكل. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والا عجبكم لا فيديو ديروا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه.